جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل قاتل النفس متعمدا له توبة؟ وهل حد القصاص كفارة للقاتل؟ له توبة، القاتل له توبة، حتى الكافر والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها من القتل وغيره، فله توبة، لكن التوبة لا تسقط عنه القصاص. القصاص حق لأولياء القتيل، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا، وأما التوبة فهي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالتوبة تصح من القاتل فيما بينه وبين الله، ولكنها لا تسقط حق القتيل ولا حق الأولياء. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن قتل العمد تعلق به ثلاثة حقوق: حق الأول حق الله، لأن القاتل عصى الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب سقط عنه حق الله سبحانه، والحق الثاني حق للأولياء، وهذا يسقط لأحد أمرين: إما بالقصاص وإما بالعفو، والحق الثالث حق للقتيل.